واليوم يا ابطال راح نحكي عن موضوع كتير مهم واللي هو الكسل زائد عدم التركيز. اذا انت زلمه بتشتغل من دون ما تركز او اذا انت زلمه بتساوي اي شيء بس بكسل او انه ما بتقدر تساويه لانه انت كتير تعبان وانت كتير كسول، فانا اليوم يا اخوي راح احكي لك ليش انت عم بصير معك هدول الشغلات. اذا انت متحمس هذا الفيديو اليوم يا بطل ابطال بتمنى منك تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس لانه انا بنزل كل يوم فيديو الساعه 3. وشكرا كتير 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 على 300 الف متابع لانه انتو ارجل شخصيات. اوكي جاهز هذا الفيديو؟ عملت لايك اكيد. خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. وهلا رح نحكي عن اول شغله بتخليك تصير كسول زائد عديم التركيز واللي هي انه انت بتشتغل شغل انت ما بتحبه. شوف يا اخوي العالم كتير كبير والفرص اكبر بكتير، سواء كنت انت وين ما كنت تكون الفرص كتير كبيره يا اخوي، فالعالم عم بستناك لحتى تحرك حالك وتشتغل الشغل اللي انت بتحبه. بكفي تشتغل شغل انت ما بتحبه لانه هذا الشيء ما بيطعميه خبزه. وقت اللي انت بتشتغل بشغل ما بتحبه لو شو ما كنت عم تساوي فانت بتصير ما بتركز مثل العاده، زائد بتصير كسول لدرجه ما هي طبيعيه. ليش؟ لانه هذا الشيء انت ما بتحبه. الحل يا اخوي انه انت تلاقي الشغل اللي انت بتحبه، سواء كان مثلا تفتح قناه على اليوتيوب، اي شيء انت بتحبه. اوكي وانا بنصح فيه يا اخوي تشتغل شغل اونلاين. اوكي مثل ما انا بساوي، اذا انت حابب تشتغل مثل الشغل اللي انا بشتغله انه بتقعد في البيت باي وين ما بدك انت. خلينا نقول انا هلا باليونان، بقعد في اليونان عندي مكتبي تحت، بقعد على اللابتوب، بقعد بشتغل على اللابتوب وانا بحب هذا الشغل اللي انا بشتغله، وهيك انا بساعد العالم وهيك انا بشتغل وبطلع مصاري مثل الكذب. فنصيحتي لك يا اخوي تروح وتشتغل اونلاين باي شيء انت بتسويه. افتح قناه على اليوتيوب، اذا ما بدك تروح وتاخذ الكورس افتح قناه على اليوتيوب، ولكن انتبه قناه اليوتيوب ما راح تطلع لك مصاري مثل الكورس، لانه الكورس هو راح يعلمك شلون انت تشتغل اونلاين. يعني ما انه والله بتفتح قناه على اليوتيوب وبتاخذ مصاري على الـ على الـ على المشاهدين اللي بشوفوك على اليوتيوب. هلا انا دخلي على اليوتيوب ما بعتبره ابدا دخل. ليش؟ لانه انا البزنس اللي عم بشتغل فيه بيطالع لي ادبال 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 اليوتيوب. فلهيك انا بتمنى منك اذا انت عن جد بدك تاخذ حياتك ليفل اعلى وتشتغل مثل ما انا عم بشتغل على الزبط بالبيت اللي انت بدك وبالمدينه اللي بدك اياها، بالبيت تقعد انت واللابتوب وبتشتغل ومعلومات مستحيل تشوفها من قبل، بتمنى منك تروح على صندوق الوصف وتضغط على صندوق الوصف، في لينك رح تلاقي فيديو كامل بيحكي عن كل شيء بخص هذا الكورس. فانا بتمنى منك يا اخوي تروح تضغط على اللينك باسرع وقت ممكن وتروح وتسجل بهذا الكورس، لانه هذا الكورس ما رح يتعوض ابدا. وهلا بننتقل للشغله رقم 2 اللي بتخليك تحس بعدم التركيز زائد الكسل واللي هي السوشيال ميديا. مثل ما كلياتنا بنعرف نحن مدمنين على السوشيال ميديا. وقت اللي انت بتبعت مسج فانت بتفكر طول الوقت طول الوقت بتفكر هل عجب هذا الشخص او هي البنت بعثت لي مسج، فانت عقلك طول الوقت بفكر بفكر بفكر. فانت طول الوقت تكون مثلا قاعد مع رفقاتك بتطلع على المسجات، مثلا قاعد مع رفقاتك بتنزل صوره بتطلع على عدد اللايكات، مثلا تكون قاعد مع رفقاتك عم تحكي مع رفقاتك بتطلع على الكومنتات على كذا على كذا. فانت بتكون مدمن على السوشيال ميديا. شلون تتخلص من السوشيال ميديا؟ بتمنى منك تكتب تحت بالتعليقات اذا انت عن جد بتعاني من موضوع السوشيال ميديا، ادمان السوشيال ميديا، وانا رح ساعدك بهذا الموضوع خطوه بخطوه. ولكن هلا رح احكي لك اياها يعني مبدئيا. اوكي مبدئيا رح احكي لك رؤوس اقلام مشان انت تتبعهم مشان توقف السوشيال ميديا، واللي هي انه تخفي الاشعارات عندك بالموبايل. اوكي تدخل على الضبط، تدخل على الاشعارات تبع تيك توك مثلا، بتوقف الاشعارات مشان ايش؟ مشان وقت اللي انت يعني عم تشتغل الموبايل تبعك ما يضوي ويقول لك مثلا اجاك تعليق من حدا او اجاك لايك. عدم التركيز بيجي يا اخوي من وراء السوشيال ميديا. لهيك يا اخوي انا بتمنى منك تكتب تحت بالتعليقات اذا بتواجه صعوبات بهذا الموضوع، لانه انا موجود لحتى اساعدك بكل شيء انت بتواجه فيه صعوبه. اوكي وهلا بننتقل للشغله رقم 3 اللي انت لازم تساويها اذا بتحس بعدم التركيز او بالكسل واللي هي الدوبامين. شو هو الدوبامين يا اخوي؟ وقت اللي انت بتشرب مثلا قهوه طول الوقت وانت بتقول لعالك انه هي القهوه هي بس هي اللي بتخليني اصحى، او بتشرب ريد بول او بتشرب سيجاره كل ما انت بتفكر فيها او ارجيله او هاللي هو، فهمت علي؟ هدول الشغلات الدوبامين هو الشغلات اللي انت بتعطيها لجسمك وبتقول له انه انت انا ما بقدر من دونها، فهمت علي؟ او السوشيال ميديا كمان، السوشيال ميديا اكبر دوبامين. وقت اللي انت بتعطي شغلات لجسمك انت بتقول له لجسمك انه انا هدول الشغلات ما بقدر من دونه. ليش؟ لانه هدول الشغلات اللي بخلوني اركز، هدول الشغلات اللي انا بخلوني اصير احسن، هدول الشغلات اللي بيعطوني انرجي، هدول الشغلات اللي بخلوني، هذا اكبر دوبامين. لهيك يا اخوي انت بتكون ما عم تعرف تركز. ليش؟ لانه انت وقت بتقعد بدك تركز فانت حالك مباشره بقول لك اوه
ضرب لك سيجاره بتركز اكثر، فانت بتروح بتضرب سيجاره. مثلا تكون قاعد انت مثلا مركز بتقول اوه خليني اشيك على الموبايل اشوف العالم ايش بعتوا لي مشان ايش، مشان اركز اكثر. بتقعد مثلا بتشتغل شوي تقول اوه لازم اروح اشرب ارجيله لازم كذا. هدول الشغلات اكبر دوبامين. اذا بدك كمان اعمل لك حلقه كامله عن الدوبامين بتمنى منك تكتب تحت لحتى اسوي لك هيك حلقه. والله ننتقل للشغله رقم 4 اللي انت لازم تساويها اذا بتحس بعدم التركيز او بالكسل، واللي هي بتركز بالشغلات اللي الناس بيحكوها. وقت اللي انت بتركز على كل شيء العالم بيحكوه وبتاخده وبتنفذه اكبر غلط، اكبر غلط. شوف يا اخوي اكبر مثال، وقت اللي انت بدك تساوي مشروع او وقت اللي انت بدك خلينا نقول بدك تسجل بالكورس اللي نحن عم نحكي عليه، او مثلا بدك تفتح قناه على اليوتيوب، تروح تسال واحد فهذا الشخص ما مجرب. فوقت اللي انت بتساله بتقول له ايش رايك افتح قناه على اليوتيوب، فهو بيطلع هيك بقول لك انت جد بشي لك هاي الشغله، ما قلنا هاي الشغله بس للعالم اللي عقلهم احسن مننا، او هدول هاي الشغلات للعالم اللي معهم مصاري، هدول الشغلات اللي عايشين برا البلد. شوف اكبر غلط تفكر بحكي الناس، واكبر غلط تاخذ نصيحه من شخص ما له عارفان الشيء اللي انت عم تحكيه. اوكي، اذا بدك تاخذ نصيحه او بدك تركز على حكي شخص فهذا الشخص لازم يكون عن جد عارفان ايش عم يحكي. فهمت علي؟ او خلص من هذا الموضوع تروح تساله، ما تسال واحد ما بيعرف الله وحياته، او تركز على حكي العالم ايش عم يحكوا، اكبر غلط. هيك يا اخوي انت بتحس بعدم التركيز زائد الكسل. وهلا ننتقل للشغله رقم 5 واللي هي بتركز على النتائج اول ما بتساوي اي شيء انت بدك اياه. خلينا نقول انه فتحت مشروع او فتحت قناه على اليوتيوب او نزلت تيك توك، صرت تساوي تيك توك، صرت بدك تنشهر او كذا، فبتطلع على النتائج اول شيء. اكبر غلط، شوف وقت اللي انت بتطلع على النتائج طول الوقت وما بتعطي وقت لحالك، او ما بتعطي، شوف وقت اللي انت بدك تساوي شيء لازم تعطي وقت واللي هو سنه كامله. إمتى بتطلع النتائج تبعك؟ بعد السنة هاي. وقت اللي انت بتفتح طول الوقت يوتيوب، اذا انت مثلا يوتيوبر عم تشوفني، او وقت اللي انت بتكون تيك توكر او اي شيء، او اي شيء عندك مشروع خاص فيك او كذا، لازم تعطي البزنس اللي انت سويته او الشيء اللي انت سويته وقته لحتى يكبر ويتطور. ما بتجي هيك، ما في شيء بيجيب لمح البصر. فهيك يا اخوي لازم تعطي وقت للنتائج لحتى تتطور، وبعد سنة هذاك الوقت بتاخذ نظرة. وقت اللي انت بتفتح قناه على اليوتيوب، خلينا نقول اذا انت زلمه حالتك الماديه شوي ضعيفه، فوقت اللي بتفتح قناه على اليوتيوب وانت بتستنى يعني بالدقيقه يجيك مصاري، اكبر غلط. لازم ما تطلع على النتائج اول شغله. ثاني شغله لازم تحب الشيء اللي انت عم تساوي. اوكي. وهلا مثل ما كنتوا شايفين وصلنا لنهايه الفيديو. اذا ما سجلت بالكورس روح وسجل باسرع وقت، لانه الجروب الثاني قرب يوقف. اذا وقفنا الجروب الثاني فراح يصير السعر اكثر بكثير، فدير بالك وروح استثمر بحالك وروح ساوي مثل ما انا عم بساوي بزنس اونلاين بصندوق الوصف، تضغط عليه وتروح بتسجل باسرع وقت، لانه ما ضل وقت ابدا يا اخوي. وهلا بتمنى لكم يوم كثير 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 حلو، ولا تنسى انه انت اخوي الاصلي وانت سوبر سكسي.